مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. الاتفاق العراقي الأمريكي على سحب القوات القتالية في نهاية العام الحالي. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتفاقاً كان نتاجاً للجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين أمريكا والعراق، تضمن سحب القوات الأمريكية القتالية في نهاية السنة الحالية وتحويل صفة الوجود العسكري الأمريكي في العراق إلى استشاري وتدريبي. ونص الاتفاق على تقديم الدعم الفني، كما تحدث البيان عن تعهد أمريكي بدعم العراق لإجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول المقبل، هذا بالإضافة إلى تعهدات أمريكية بدعم العراق في مجال الاستثمار للشركات الأمريكية. في المقابل أكد البيان تعهد حكومة العراق بالالتزام بحماية عناصر التحالف الدولي الذين يدربون القوات الأمنية المحلية، مع إقرار رسمي بأن جميع قوات التحالف الدولي قد عملت في العراق بناء على دعوة من بغداد، وإن القواعد التي تستضيف أفراد الولايات المتحدة والتحالف الدولي هي قواعد عراقية. الكاظمي ذكر أن نتائج جلسة الحوار حققت انتقالا جديدا للعلاقات نحو التدريب، وإن الحرب على داعش مرحلة قد تم عبورها، وإن القوات العراقية باتت اليوم قادرة على حماية الأمن الداخلي. وأشار إلى أن التنسيق بين واشنطن وبغداد لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل سيتعداه إلى الاقتصادي. ورحب الرئيس العراقي برهم صالح في بيان بنتائج الحوار، معتبرا أنها مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية، فيما رأى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إن نتائج جولة الحوار الأخيرة هي نجاح دبلوماسي للعراق، معتبرا هذه النتائج قد أتت ضمن مقتضيات المصلحة الوطنية. وما بدا لافتا هو ترحيب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بنتائج الحوار، إذ دعا إلى وقف العمليات العسكرية ضد القوات الأمريكية وفق اتفاق سحب القوات القتالية في نهاية العام الحالي. ووجه الصدر شكره للكاظمي ولمن وصفهم بالمقاومة الوطنية، وقال لننتظر وإياكم إتمام الانسحاب، وشكرا للجهود المبذولة لبلورة هذه الاتفاقية، وها هو الاحتلال سينسحب. كما أصدر تحالف الفتح بيانا رحب فيه بالاتفاق وبما حققه المفاوض العراقي من إنجاز بالخروج للقوات القتالية بشكل كامل في نهاية العام الحالي، وعدها خطوة إيجابية متقدمة باتجاه تحقيق السيادة الوطنية الكاملة. وشدد التحالف على المسؤولين المعنيين في الدولة العراقية متابعة تنفيذ هذا الاتفاق عمليا. من جهتها قررت فصائل المقاومة المسلحة المرتبطة بإيران أن تعطي فرصة للدبلوماسية بإخراج القوات الأمريكية من البلاد وفق الحوار والتفاهم، لكنها ستراقب الوضع عن كثب كما قالت، وستتخذ موقفا عسكريا إذا أخلت أمريكا بالاتفاق. هذه المواقف والتصريحات تجلي ملامح صفقة ثلاثية أمريكية عراقية إيرانية تمكنت الولايات المتحدة بفضلها من تمديد بقاء قواتها على الأراضي العراقية تحت عنوان مقبول لكنه فضفاض. كفلت إيران بالمقابل بضمان موافقة الفصائل المسلحة على هذه الصيغة، بينما غنم الكاظم التهدئة التي ينشدها لاستكمال فترته الانتقالية وصولا إلى انتخابات تشرين الأول مع دعم أمريكي، بما في ذلك طمأنته على الأموال العراقية المودعة في مصارف الولايات المتحدة.